تلقى مسؤولو الأهلي خطابا من الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم يطلب فيه استدعاء فاكاماني مهالابي مهاجم الفريق لمعسكر منتخب الأولاد المقبل. وانتقل مهالابي للأهلي قادما من بيدفست الجنوب إفريقي لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل. ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة بوركينا فاسو 7 أكتوبر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا. كان عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أكد أن البطاقة الدولية لباكاماني وصلت لاتحاد الكرة بعدما أنهى الأهلي إجراءات الحصول عليها.